ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. للناس اللي اول مرة تشوفني، هاي انا اسراء بسيوني. فيديو النهاردة هيكون مختلف شوية عن الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده عندي في القناة. يمكن الفيديوهات اللي انا عملتها قبل كده كان ازاي ان انا خسيت 25 كيلو، ازاي انا حافظت على وزني، يوم كامل من الاكل انا باكل ايه في يومي، ايه العادات الغلط اللي انت بتعمليها ما بتخليكيش تنقصي من وزنك. طبعا هتلاقوا كل الفيديوهات دي عندي، حطاها في الديسكريبشن تحت، تبقوا روحوا شوفوها. الفيديو بقى النهارده هيبقى مختلف. فيديو النهارده تحدي لانقاص الوزن مع بعض، يعني احنا هنشتغل الشهر ده كله مع بعض بحبه عادات كده هقولها النهارده، ونيجي بعديها في الشهر اللي جاي نشوف بقى احنا خسينا ايه، العادات اللي احنا عرفنا نمشي فيها، ايه العادات اللي احنا مش عارفين نتابعها بالظبط، ايه العادات اللي احنا نزودها تاني عشان ننقص من وزننا اكتر. الفكرة جاتلي ان الجامعة جاية، ويمكن اكتر حاجة بتبقى صعبة ان انتي تخليكي تحافظي على دايت او كده هو ان انتي قاعدة برا بيتك طول اليوم. يعني انا بحس ان انا طول ما انا قاعدة في البيت الموضوع سهل بالنسبة لي اني احافظ على وزني، ان حتى لو جات في الحاجات الصحية قدامي، لكن تيجي برا انتي جوعتي اللي هو ايه المجالات اللي عندك، هتاخدي بسكوت او شيبسي الحاجات اللي بتتخن، فالموضوع مش بيبقى سهل. مع دخول الجامعة هيحصل دربكة شوية في نظام اكلك، فانا قلت ايه ان احنا نمشي مع بعض التحدي، نظبط اكلنا مع بعض، نعرف ان احنا هناكل ازاي خلال الشهر، ونيجي في اخر الشهر ده بقى نشوف ايه الحاجة اللي احنا معرفناش نظبطها قوي ونظبطها تاني. العادات كلها مش صعبة، العادات كلها كل الناس تقدر تعملها، مش همشي بنظام اكل معين، لان هي بس مجرد عادات بسيطة هنغيرها في نظامنا بحيث ان احنا نطلع النظام الحياة الصحي اللي ما يخليناش ان احنا نزيد وزننا اثناء الجامعة. فطبعا اي حد عجبه التحدي ده يكتب في التعليقات انه مشترك، وهنشوفكوا الشهر اللي جاي وهنشوف نقصتوا من وزنكوا قد ايه. لو دخلتوا الجامعة وبدأتوها، ايه بداية الجامعة بقى، اكلتوا ايه، عرفتوا تظبطوا اكلكوا وانتوا في الجامعة ولا لا؟ فهي الموضوع ده هعمله كل شهر ابتداء من الشهر ده. وطبعا قبل ما نبتدي ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة عشان تتابعوا التحدي ده وتشوفوا الفيديو اللي بعديه، وطبعا الجرس اللي جنب زر الاشتراك عشان لما تشوفوا اول ما اعمل فيديوهات تانية كتير ليها علاقة بالتحدي او ليها علاقة بنظام الاكل الصحي. انت تابعوني في الانستجرام عشان هشارككم كل اسبوع احنا وصلنا لفين في التحدي، انا وصلت لفين في التحدي، عايزة اعرف انتوا برضو وصلتوا لفين. فكل يوم سبت في كل اسبوع هبقى هعمل ستوريز ونتكلم فيها مع بعض عن التحدي وعن العادات وايه الحاجة الصعبة اللي بالنسبة لكم كانت، ونتابع مع بعض في الستوريز. الاكل اللي محطوط قدامك، يعني مش لازم بقى اللي هو ماما تعمل لك اكل فلاني، تاكلي اي اكل محطوط قدامك بس تاكلي نص الكميه اللي انت بتاكليها عاده. يعني نقول مثلا ان انت لو بتشتري ساندوتش من بره، اي ساندوتش كان، تاكلي نص ساندوتش، تاخدي 4 معالق رز، تاخدي معلقتين رز، مهما كانت الكميه تاكلي نص الكميه اللي انت بتاكليها، هتنقص من وزنك، مش هتحسي ان انت بقى عامله دايت وان انا محرومه من الاكل الفلاني او whatever. وفي نفس الوقت الموضوع مش هيبقى تقيل على ذهنك ان انت اوريدي هتبقي مركزه في الدراسه او مركزه في الحاجه اللي وراكي، فمش هتبقي مركزه انا هاكل ايه النهارده، انا المفروض ما اكلش ايه، لا انا هاكل اللي قدامي بس هاكل نص الكميه. تاني حاجه نمشي عليها هو ان احنا وعلى الاقل يوميا ان احنا نمشي ساعه، عشان طبعا مع الدراسه اللي داخله دي هتلاقي نفسك ان انت قاعده طول اليوم، سواء انت في مدرسه انت قاعده طول اليوم، سواء انت في جامعه قاعده طول اليوم، فانت لازم تحركي جسمك. فاتليست كل يوم تحطيها في دماغك كده ان انا همشي ساعة متواصل كل يوم. انا مش بتكلم ان انت لازم تروحي الجيم، انا مش بتكلم ان انت لازم تلعبي رياضة فلانية، لا خالص، انا بتكلم على ان انت تمشي وتحركي جسمك بس لمدة ساعة، تمشي حوالين بيتك، تمشي جوه الجامعة، تمشي جوه المدرسة، تروحي الجيم، تمشي على المشاية، حاجات بسيطة خالص بس اتليست تمشي كل يوم لمدة ساعة. العادة اللي بعد كده هو انتي تمنعي مشروبات غازية خالص بما فيها دايت بيبسي. الفكرة كلها ان انتي حتى لما تبقي عطشانة ان انا هستبدلها بمية، انا عطشانة هقوم اشرب مية بدل ما هشرب بيبسي، مع الاكل انا هشرب مية بدل ما اشرب بيبسي. العادة اللي بعد كده هو ان انتي تمنعي السكريات من الحاجة اللي انتي بتشربيها، يعني لو انتي بتشربي شاي قهوة نسكافيه متاخديش عليه ولا نقطة سكر، الموضوع ده واحدة واحدة هتجيبيه. لو انتي بتاخدي من النوع اللي بتاخد 4 معالق سكر، نصيحتي ان انتي ما تقطعيش فجأة كده ان انتي هتكرهي طعم الحاجة،
ابنعيها من 4 معالق ل3 معالق ونص ل3 معالق، معلقتين ونص. هتيجي في الاخر، انا حاليا دلوقتي وصلت لمرحله ان انا لو في نص معلقه سكر في الشاي بلبن او في النسكافيه بتاعي، هو الحاجه دي طعمها وحش. فحاولي ان انت على اخر الشهر ده تبقي منعتي خالص السكر من النسكافيه، من القهوه، من الشاي، ان احنا ايام الدراسه بنبقى عايشين عليهم. فلو انت بتاخدي مثلا 3 كوبايات نسكافيه في اليوم، في الثلاثه بتاخدي 3 معالق سكر، الموضوع بيفرق جامد. فتمنعي السكر خالص، وما تقوليش انا هاخد سكرين، تمنعي برضو السكرين خالص. اخر حاجه هنتفق عليها مع بعض، ان الموضوع ده هيبقى سهل بالنسبه لك قوي وانت في الجامعه، خصوصا ان انت قاعده طول اليوم، او لو في المدرسه انت قاعده طول اليوم، انت تاكلي من بره. الاكل من بره مهما كنت بتاكلي حاجه صحيه، اي اكل من بره بيتاخر. حاولي ان انت تمنعي الاكل من بره ليوم واحد في الاسبوع. حاولي ان هي تبقى خروجه مع اصحابك، او حتى لو انت مش هتتغدي مع اصحابك توفري الاكله دي ليوم واحد في الاسبوع، ان انت تتغدي بره وانت في الكليه، لكن مش كل يوم، ان الموضوع ده هيفرق معاكي. ما اقولش ان انت هتتخني لو اكلتي كميات صغيره، بس ان انت مش هتخسي. فانت لو عايزه تنقصي من وزنك، امنعي خالص ان انت تاكلي اي حاجه من بره طول الاسبوع، واتليست في يوم واحد بس هو اللي انت تاكلي من بره. بس هي دي كانت العادات، وزي ما انتم شايفين هي عادات سهله وبسيطه، بس هتفرق معاكي جامد جدا. لو الفيديو ده عجبك وانتي حابه ان حد يشاركك فيه، اعملي له شير وخليه يدخل في التحدي معانا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.